مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من بغداد للحديث عن تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية، وتحذير منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الصحية. معنا الطبيب الاختصاص العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور إبراهيم. بداية، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في العراق بشكل ملحوظ، خاصة في بغداد والبصرة والنجف وغيرها، رغم فرض حظر التجوال المفترض برأيك، لماذا؟ لا تزال، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. لا تزال الحدود مفتوحة بين العراق وبين الدول التي تعاني من الوباء ومن ضمنها إيران. نعم، لا تزال مفتوحة إلى حد الساعة. هذا المؤشر البنى التحتية صفر في العراق. مختبر الصحة المركزي الوحيد اللي بالعراق يستقبل عينات الفحص. نعم. أماكن للحجر الصحي لا توجد. نعم. مكان واحد كانت مستشفى التويسة، بدليل الآن أكو عراقيين عالقين في مطارات تركيا. فوزارة الصحة خاطبت وزارة النقل تريث بجلبهم، لأن ما نشوف مكان حتى يهجروهم به. أكثر من 300-400 عراقي موجودين بمطار اسطنبول. هذه الآن مدير عام صحة المثنى يصيح يستغيث، يقول أنا كمامات ما عندي، كل أمور من صارت الكورونا أبطنا وإلى الآن دهمت عليه، كل شيء ما جهزتني وزارة الصحة. إذن ما استعدادات العراق لمواجهة هذه الجائحة يا دكتور؟ لا يوجد للمعلومة. هذه كذبة كبرى، هذا مال منع التجول كذبة كبرى. المناطق في شرق بغداد ما بيها منع التجول. نعم. بدليل مدير عام نفسه ابو صحة بغداد يقول لي سيارتي انا افتريت ماكو منع تجول. نعم. يعني الناس تتنقل. دكتور، على عيني كم سيارة. دكتور، اذا تسمح لي حتى استغل الوقت مع حضرتك بالشكل الامثل، يعني نتكلم مؤخرا تم اغلاق وكالة رويترز مكتبها لانها تحدثت عن تقارير من وزارة الصحة تقول بأن الأعداد الموجودة لمصابي فيروس كورونا أكثر بالآلاف من الحقيقة المعلنة، هل تؤيد هذا الكلام؟ طبعاً أؤيد. وكالة رويتر ترى وكالة عالمية معتبرة، ما تحكي هيجي حجمي. يعني ما عندها شيء دوكيومنت يعني توثيقي، ما تحكي. نعم، أطباء عندنا. يعني أنا أقصد من ناحية الأمر على أرض الواقع أمامكم وأنت تشاهد، هل العراق باعتبار كل ما تفضلت به قبل قليل أنه غير جاهز وغير مستعد، هل فعلا الأرقام التي تخرج من السلطة الحالية الموجودة هي أرقام حقيقية أم أنها تخفي كثير من الحقائق؟ لا 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 لا, لا, لا ليست حقيقية، هذا الرسمي. بس أنا أقول لك، شوف، أنا طبيب وأنا مسؤول عن كلامي. نعم. الأيام القادمة حبلى بالأحداث. No. الآن خلية الأزمة قالت وزير الصحة، قال إحنا نمدد إلى يوم 19. إجا قائد عمليات بغداد أبو الستمة قال إحنا لا، إلى يوم 11. نعم. لأن أكو زيارة شعبانية يوم 10 ويريدون يسووها. إذا صارت الزيارة الشعبانية للنجف يوم 10، يعني اقرأ على العراق السلام. هل تعتقد أن هناك مساعي في سبيل إقامة هذه المناسبات الدينية والزيارات؟ والله اكو ما، نعم، حتى لا ننكر اكو هذا، بس اصواتهم خافته وليست عاليه. طيب دكتور، في سؤالي الاخير لحضرتك، يعني في ظل كل ما تفضلت به، كيف ترى الطريقه الامثل لتجنيب العراقيين مخاطر تفشي فيروس كورونا بالشكل الذي كما نراه الان في دول كثيره حول العالم؟ يفترض احنا، شوف، عندنا 300 البارحه داقرة مع دوله الكيان الصهيوني، عندنا 3200 سرير جهاز تنفس. فهمت علي؟ احنا العراق، كل العراق ب 300، 100 عاطله، 200 شغاله بكل العراق. كل الاصابات مال الفيروس اللي هو يصيب الجهاز التنفسي يحتاج المن، يحتاج انعاش رئوي. اجهزه انعاش رئوي عندنا 200 بكل العراق، يعني 200. وهذا الجهاز الانعاش الرئوي ممكن المريض ينام عليه اكثر من شهر. دكتور ابراهيم سليمان، الطبيب الاختصاص، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمه العراقيه بغداد.